اول شيء اقوم به هو توصيلها ب 12 فولت ونرى ما هو المشكل ان شاء الله. سمعت الان الصوت، قمت بتشغيلها ولكن لا تشتغل. يعني الان شغال، هنا زيادة السرعة هنا النقصان من السرعة كما تلاحظون. هنا الاطفاء. دائما شروحاتنا مع بي سي بي واي، يعني موضوعنا اليوم على اس ام دي الاستنسيل، يعني نختار الاطار العمل الذي نريده، يعني يمكن ان نختار شكل دائري، شكل مربع او مستطيل، او يعني اي شكل نريده. هنا نختار المساحة التي نريدها، مثلا نختار 370 مضروبة على 470 او اكثر، مثلا 400 مضروبة في 800 او 400 مضروبة في 1000، يعني نختار المساحة التي نريد. وهنا نختار عدد القطع التي نريدها، هنا نختار سمك البوردة التي سوف نختارها الاستنسيل، هنا يعني نضع لا شيء، هنا ايضا لا، ثم نضع لا، وهنا نكتب بعض المعلومات اخرى، ثم نضغط على احسب هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأحبائي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. موضوعنا اليوم على هذه الآلة، يعني هذه الآلة خاصة يعني بإزالة الدهون في البطن، يعني أو الفخذ، يعني توضع هذه الآلة في البطن ونقوم بتوصيلها ب 12 فولت، وهذه خاصة ب يعني بالتشغيل وزيادة يعني السرعة، زائد ناقص. هنا هنا مود يعني اوتوماتيك، هنا تشغيل والإطفاء. يعني اشتريت هذه من الجوطية، يوجد فيها المشكل، سوف نقوم إن شاء الله بإصلاحها بإذن الله. أول شيء أقوم به هو توصيلها ب 12 فولت ونرى ما هو المشكل إن شاء الله. سمعت الآن الصوت، قمت بتشغيلها ولكن لا تشتغل. يعني استنتجنا بأن يعني يوجد المشكل، هنا يوجد فيه الدينامو يعني هو الذي يتحرك، ولكن هنا توجد فيه بوردة، في هذه الآلة توجد فيها بوردة في الداخل. هذه البوردة يعني هي التي تتحكم في هذا الدينامو الموجود هنا. سوف أقوم بفتحه، ها هو الدينامو على هذا الشكل. يعني عندما يعني يحترق هذا الدينامو او يوجد فيه مشكل، يعني يجب تغييره، ولكن الان لم نعرف هل هو الذي احترق ام لا، ولكن يظهر لي انه جيد لان لم اشم اي رائحة الاحتراق، لهذا يمكن ان يكون المشكل من هذا البوردة، وسوف نحاول ان شاء الله اصلاحها ونرى ما هو المشكل بإذن الله. سأقوم بإرجاع على هذا الشكل. أول شيء أقوم به هو فتح هذه البوردة، ونقوم بتفقد البوردة التي توجد فيها في الداخل، ونرى هل يمكن إصلاحها أم لا. يعني للإشارة هذه البوردة يعني يوجد فيها في داخلها أي سيات وأربعة أزرار، هي خاصة بالتشغيل والإطفاء وزيادة يعني السرعة والتشغيل أوتوماتيك. ها هي البوردة على هذا الشكل. نعم يوجد فيها أي سي كبير هنا، فأقوم بفتح هذه أيضا.
الهدف من الموضوع هو إصلاح أي شيء ممكن أن نقوم بإصلاحه، يعني أي شيء إلكترونيك نحاول إصلاحه. يعني الهدف من القناة ليس إصلاح أجهزة التلفاز أو أجهزة الاستقبال فقط، يعني أي شيء يشتغل بالكهرباء سوف نحاول إصلاحه. كما تلاحظون يعني هنا توجد الأزرار الأربع، ها هي هنا اللمبات الخاصة بهذه الأزرار، هنا يوجد هذا يعني HDZ يعني الخاص بالصوت، هنا يوجد AC كنترول، هذا الAC هو الذي يتحكم في كل شيء في هذه البوردة، يعني هو الذي يعطي الأوامر يعني للتشغيل وأوامر للتشغيل أوتوماتيك وأوامر ل يعني للزيادة والنقصان في السرعة، يتحكم في كل شيء. هنا يوجد مصفت، أنا أظن مصفت أو الديود على ما أظن، سوف نقوم بقياسه ونرى. جيد، يعني لا يوجد فيها المشكل، لو يوجد فيها المشكل سوف يكون فيه الجرس. يعني لدينا هذا الIC، يعني سوف يمكن أن نقول يعني مثل يقوم بدور البروسيسور، يعني هو الذي يعطي جميع الأوامر. وهنا توجد هذه الأسلاك، هنا لو تلاحظون يعني بعدما قمت بلمس هذه الأسلاك يظهر لي هذا يتحرك، نعم يظهر لي هذا السلك يتحرك. سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء ونرى، ربما هو سبب المشكل. بسم الله، يعني الآن قمت بتشغيلها، نعم هو الذي يوجد فيها المشكل. سوف أقوم بتلحيمه. المشكل يعني بسيط جدا، يعني لم أتوقع أن يكون المشكل يعني السلك منزوع من مكانه فقط. سوف أقوم بتلحيمه ونرى، يعني الآن شغال. هنا زيادة السرعة، هنا النقصان من السرعة كما تلاحظون، هنا الإطفاء، نقوم هنا بالإطفاء والتشغيل من هذا المكان، وهنا نقوم بتشغيل أوتو يعني السرعة عادية، هنا السرعة القوية يعني نقوم بالزيادة، هنا نقصان السرعة، هنا الإطفاء. سوف أقوم بإرجاع يعني البوردة إلى مكانها. يعني المشكل بسيط جدا، يعني المشكل هو أحد الأسلاك يعني منتزع من مكانه. أقوم بإرجاعها، يعني المشكل سهل، لم أتوقع أن يكون قبل فقط، كنت أتوقع أن يكون يعني الIC الخاص بإعطاء الأوامر يعني يمكن أن نسميه المعالج أو البروسيسور، لأنه هو الذي يتحكم في كل شيء، يتحكم في التشغيل والإطفاء والتشغيل الأوتو وأيضا زيادة والنقصان في السرعة. هي على هذا الشكل. الهدف من الفيديو هو إصلاح الأعطال فقط، يعني إصلاح أي شيء حتى ولو كان بسيط،
الان تم تجميعها. هنا تشتغل هذه اللمبه عندما نقوم بتشغيلها. هنا اوتو هي شغاله. هذا كل شيء. اتمنى اني موفق في الشرح. اذا اعجبكم الفيديو الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.